إسرائيل تقصف أهدافا للنظام في حمص، سانا تخفف من أهمية الضربة، وأخواتها يقولن إن القتلى مدنيون والجرحى عسكريون. تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين، الأمن العسكري يطارد عناصر التسويات والمصالحات في دير الزور ويعتقل العائدين إلى حلب الشرقية. ولعقد صفقات تجارية حسب المتداول، وسيم الأسد يكمل أسبوعه الأول في إيران. هل تشمل التفاهمات طريقا جديدا للمخدرات؟ جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. قالت وسائل إعلام النظام إن إسرائيل شنت هجوماً صاروخياً استهدف محافظة حمص، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر. سانا أضافت أن القصف تسبب بجرح 6 جنود فضلاً عن خسائر مادية، مشيرة إلى أن القصف تم من اتجاه شمالي شرقي بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محافظة حمص، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الهجوم. خبر سانا يقول الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها. في كل مرة هذا الخبر نصا يتكرر ويصدر عن سانا. الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها، هذه كلمة معظمها يعني باستمرار تطلق. هذا محرر الأخبار في سانا الذي يكتب هذا الخبر، نفسه هذا الخبر. البعض يقول يعني ما وجه هذا المحرر وهو يكتب هذا الخبر؟ يا ليت لو نعرف وجه هذا المحرر الذي يكتب هذا الخبر. عموما القناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت تعليقا على هذا الأمر، على هذه الضربة في منتصف سوريا في حمص، أن النظام أطلق، قال لك، صاروخ مضاد للطائرات. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي
لم يعترضه، تركه فسقط في أعالي أعالي السماء، ربما غادر الكوكب. قال سقط فوق بحر حيفا، هكذا القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول. ثم تقول سنة مقتل مدنيين، أين طيب يعني أين تمت الضربة؟ كيف تواجد هؤلاء المدنيون؟ كيف جرح 6 جنود لعناصر النظام وقتل مدنيان؟ كيف؟ أين؟ متى؟ ما هو السياق؟ لا يوجد. الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها. طيب جيد جيد، يعني على بركة الله، على بركة الله أسقط معظمها على بركة الله، لكن كيف قتل مدني؟ ماذا ضربت إسرائيل؟ لا أحد يعلم. هذه جمهورية الموز التي نحيا بها. ما زال الرهان الإسرائيلي رهانا ناجحا، بغض النظر البعض يقول عما سوف يحدث في فيينا أو آخر هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتفق الأمريكان والإيراني، لكن بغض النظر عن اتفاقهم ما زالت إسرائيل ماضية في طريقها. تقول ممنوع هذا الطريق البري من بغداد إلى دمشق، ممنوع أن يكون سالك، هو أحد أهم محطاته حمص، يتم الضرب في هذه، ويتم الضرب كذلك في البوكمال، ويتم الضرب كذلك قرب الحدود اللبنانية. يعني إسرائيل تضرب هنا وهناك حسب المعلومة التي تصلها وحسب سرعة المعلومة ودقة المعلومة، يتعامل الإسرائيليون مع المعلومة فورا فورا، لأنه آخر مرة ضربوا قبل دخول الحدود اللبنانية، اليوم ضربوا في حمص، قبلها ضربوا في البوكمال. يعني هذا الطريق البري يستهدفه الإسرائيليون. إسرائيل تريد القول ممنوع على الإيرانيين أن يبنوا مصانع أسلحة، مصانع صواريخ طويلة المدى في سوريا، ممنوع أن ينقلوا طائرات مسيرة متطورة، أسلحة صواريخ دقيقة التصويب، ممنوع أن تبقى في سوريا أو أن تنتقل إلى لبنان إلى حزب الله، ممنوع. لذلك هذه الضربات مستمرة، وهو خيار إسرائيلي يبدو يريح القوم. هذا الضرب ليس ضربا مميتا للإيرانيين، لكنه ضرب مؤذن للإيرانيين، والجميع متفق، حتى الإيرانيون يعني ليس لديهم أي ردة فعل على هذا الأمر، يبدو تعودوا أو خلق، يعني ما ليس هناك خيارات. سوف تستمر إيران في إسرائيل في ضربهم، وروسيا موافقة، لا بل روسيا يعني سعيدة بهذا السيناريو الذي يجري، والنظام ينتظر، البعض يقول ينتظر الرابح من هذه معركة كسر العظم، أو كما يسميها الإسرائيليون المعركة بين الحروب. النظام ينتظر من سوف يربح وينضم له بكل بساطة. القصة سهل، أسهل طرف يتم عليه الموضوع في هذه المعمعة السورية الآن هو النظام، هو ينتظر الرابح وينضم له، وانتهى نقطة من أول السطر. لذلك النظام ساكت يعني، ويكتفي بخبر سانة تصدينا للصواريخ وأسقطنا معظمها، وننتقل إلى قصف جديد، وأن ينتقل إلى خبر جديد من وكالة سانة، ونقطة من أول السطر وفقط. الإسرائيليون في هذا الرهان كذلك جلبوا الإمارات وجلبوا الأردن للتطبيع مع النظام، وربما يجلبون الإسرائيليون ربما يجلبون دولا عربية أخرى للتطبيع مع النظام. هذا الأمر يرضي الروس، لأن الروس يريدون فك العزلة على النظام، ويريدون مزيدا من الأموال، والروس يطمعون في ضغط إسرائيل على واشنطن كي يعني تجمد قيصر، كي تغض الطرف قليلا عن قيصر حتى يتنفس النظام. فالروس سعداء، الروس سعداء بهذا الضرب الإسرائيلي، لأن هناك له مقابل، يعني إسرائيل جلبت هذه الدول العربية على رأسها الإمارات تحديدا، ومن ثم الأردن، لفكفكت الموقف مع النظام. هذا هو الحال في سوريا، بغض النظر عن ما سوف يحدث في فيينا، يبدو الأمور مستمرة في هذا الطريق حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الإسرائيليون مستمرون في ضربهم. الأستاذ إبراهيم حميدي له تعليق، يعني هذه سوريا يعني هذه ما بعد جمهورية الموز، هذه ولا في سبع أحلامها يمكن أن تصل إلى مستوى جمهورية الموز، هذه المناطق التي يحكمها النظام. الأستاذ إبراهيم حميدي له تعليق يعني مؤلم، يقول لك يوم من سوريا، يوم جديد من سوريا. ماذا في هذه 24 ساعة؟ أمريكا قصفت من التنف، ضربت أمريكا، ضربت الروس، قصفوا في البادية، إسرائيل قصفت في حمص، كذلك الإيرانيون قصفوا في شمال غرب سوريا. هذا كله في ضمن 24 ساعة. الأمريكان يضربون، والروس يضربون، والإسرائيليون يضربون، والإيرانيون يضربون، وميليشيات النظام كذلك تضرب، والأتراك يشتبكون كذلك مع قسد، وقسد يضربون. كل هذا داخل هذه المساحة في سوريا، هذه في 24 ساعة. البعض يقول ذهبت هذه سوريا، ذهبت، لن تعود سوريا التي يعرفها السوريون، لن تعود
وتحتاج إلى سنين طويلة 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 هي السنوات حتى تعود سوريا إلى مرحلة الهدوء. هذا هو الحال اليوم في سوريا. في 24 ساعة الكل يضرب الكل، الكل يضرب الكل. البعض يقول ضعنت سوريا، ضعنت ليالي بعد الضاعنين، ليالي بعد الضاعنين شكول طوال وليل الضاعنين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. هذا البدر السوري الذي يصيب السوريين حنينا شديدا له في كل هذه الليالي الباردة يبدو أنه لن يعود، لن يعود حتى أمد طويل. خلال هذه 24 ساعة كل هذه الأطراف تضرب. الإيرانيون لا يعلقون على هذا، على هذه الضربة، والنظام يكتفي بهذا السطر وينتهي الموضوع وفقط. الموضوع أصبح عاديا، لا بل أقل من عادي، أقل بكثير من عادي. وهذه يعني إسرائيل تسرح وتمرح، وهذا الضوء الأخضر الروسي، وهذه بركات زيارة نفتالي بنت إلى سوتشي ولقاء فلاديمير بوتين. ضوء أخضر يعني على أعلى المستويات من قبل الروس. حتى أحسن البعض يقول من أيام بنيامين نتنياهو. إسرائيل يعني لديها كامل الحرية، هي تضرب إما من ناحية التنف أو تضرب صواريخ أرض أرض من ناحية الجولان المحتل، أو تضرب بالطيران من أجواء لبنان. يعني الجماعة لديهم بحبوحة في خيارات الضرب للنظام. أبلغت مفارز الأمن العسكري التابعة للنظام في عدد من مدن دير الزور اليوم الاثنين، أبلغت نحو 25 شخصا ممن عادوا مؤخرا إلى مدنهم بموجب المصالحة، أبلغتهم بضرورة مراجعة المفارز خلال مدة أقصاها أسبوع تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين. مصادر محلية قالت لموقع تلفزيون سوريا أن عناصر من الأمن العسكري طالبوا الأشخاص 25 وهم من مدن دير الزور والعشارة والبوكمال، طالبوا بمراجعتهم ما سبب حالة من القلق لدى هؤلاء وخوف من الاعتقال. كذلك في سياق ملاحقة الناس العائدين إلى حضن الوطن،
قوات النظام اعتقلت عائلات سورية عاد أفرادها من تركيا إلى منازلهم في حلب بعد ضمانات قدمها مخاتير الأحياء الشرقية في المدينة أن بإمكانهم العودة دون التعرض لأي مساءلات من قبل أجهزة النظام. موقع عنب بلدي نقل عن مدنيين في أحياء حلب الشرقية أن قوات النظام اعتقلت خلال الشهرين الماضيين نحو 23 عائلة بعد عودتهم من تركيا أو من مناطق سيطرة المعارضة، وآخرين قادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ثم تأتيك روسيا يا رعاك الله هي والنظام كي تقيم مؤتمرا قال لعودة اللاجئين لتشجع السوريين في أصقاع الأرض على العودة إلى وطنهم. الذين يعودون إلى بيوتاتهم في حلب الشرقية يعتقلونهم. هذه مصالحات دير الزور النظام منذ أيام، وهو قال لك المصالحات والنظام أتى أصلا بأفغان هزارة وقفوا في الطوابير في دير الزور. هذا كيف من أهل دير الزور هذا الأفغاني الهزاري؟ قال في الطابور. لم يأتي أحد طبعا لهذه مؤتمرات النظام في دير الزور فأوقفوا الهزارة. هؤلاء الهزارة يعني هؤلاء، هذه الوجوه الصفراء هذه أيضا تقف في طابور المصالحات. الذي صدق وعاد طلبوا الأمن العسكري فعادوا هربا وعادوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هؤلاء المساكين الذين عادوا إلى بيوتهم في حلب الشرقية اعتقلهم النظام، اعتقلهم الأمن العسكري. البعض يقول يعني ما مصلحة النظام؟ جزء من هذا الأمر هي عقد نفسية، يعني هذه أجهزة النظام الرائح والغادي يضربها ولا يحترمها أحد، لا الروسي يحترمها ولا العراقي ولا اللبناني ولا الإيراني ولا الإسرائيلي طبعا ولا الأمريكي ولا التركي، لا أحد يحترم هؤلاء. فعلى من هؤلاء يمارسون السلطة؟ على هؤلاء المدنيين العزل الذين تقطعت بهم السبل. يعني من هذا الذي سوف يعود إلى بيته في حلب الشرقية؟ هذا الذي تقطعت به السبل، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت فعاد إلى بيته فاعتقلوه وقال لك مؤتمر لإعادة اللاجئين. هم طبعا لهم هدف آخر جماعة النظام، كي يبتزوا أقارب هؤلاء من أجل أن يدفعوا لهم الأموال. أقارب هؤلاء الذين عادوا في الخارج على الغالب هكذا السيناريو يدفعون أموال للأمن العسكري دولارات، يعني يسترزقون منها ويخرجونهم من السجن، ونقطة من أول السطر هكذا. ظهر ابن عم رئيس النظام وسيم بديع الأسد، ظهر في طهران وهو يشرب السجائر ويستمع للأغاني،
وسيم الأسد نشر تسجيلاً مصوراً في سيارة يقودها رجل إيراني في شوارع طهران، ويطلب منه للسائق وضع الأغاني بصوت مرتفع أثناء ذهابه إلى مقر اجتماع عمل. هذا السيد وسيم الأسد يريد أن يذهب إلى اجتماع عمل. الجو بطهران قديش برد برد برد، شغل لي مسجلة يا اسماعيل. غنية حلوة ميوزك. رجل الأعمال، وصلنا إلى زمن وسيم الأسد. وسيم الأسد قال لك رجل الأعمال، رجل الأعمال، وذهب إلى أين؟ إلى الإيرانيين، إلى أخوة زينب. قال لماذا؟ لعقد صفقات بزنس. ما هي الصفقات؟ صفقة يعني. هذا وسيم الأسد ذات يوم التقى نوح زعيتر في بيته ونشر صورة وقال شرفتونا. نوح زعيتر مطلوب، أكبر تاجر مخدرات في لبنان. هذا نوح زعيتر الذي يصنع له مسلسل الهيبة بأجزائه. هذا مسلسل الهيبة يلمع أمثال نوح زعيتر. وسيم الأسد هذا رجل أعمال؟ يعني البعض يسأل، إذا ذهب وسيم الأسد إلى إيران، ما كمية المخدرات التي سوف يشهدها الكوكب بعد لقاء السحاب؟ هذا لقاء السحاب، هذا أباطرة تجارة المخدرات. طبعا وسيم الأسد يعني لديه معمل للكبتاغون، ولديه يعني مقرات كذلك لصناعة الحشيش. الرجل أشهر من نار على علم، والرجل سيرته عطرة عطرة للغاية. هو طبعا يعني ابن كذلك بديع الأسد، يعني نسلوك فحلا عن فحول قدموا هؤلاء آل الأسد، نسلوك فحلا عن فحول قدموا أبدا شهيد كرامة وقتيلة. هو معروف من كبار تجار المخدرات، هذا شيء من سيرته العطرة، من كبار تجار المخدرات. دوره متضخم كثيرا، يقود ميليشيا من ميليشيات الدفاع الوطني، قريب من الفرقة الرابعة، لديه شركة تسيطر على المعابر البرية في سوريا. طبعا هذا لديه جانب آخر، يعني هذا وسيم التاجر، لكن هناك وسيم الإنسان. يعني هناك وسيم الفنان ووسيم الإنسان. وسيم الإنسان على صفحتي على فيسبوك حدث ولا حرج، يعني دوما صور. من أين صور؟ من الملاهي والمراقص، مراقص اللاذقية ومراقص دمشق، ملاهي دمشق الليلية تشهد لوسيم الأسد وصولاته وجولاته. قال لك تاجر ورجل أعمال. ثم هذا وسيم الأسد خرج ذات مرة وأهان المؤيدين، مؤيدين نظام، مؤيدون نظام، هؤلاء الذين يعني اشتكوا من قلة الغاز، اشتكوا من قلة المازوت، خرج وأهانهم وشتمهم السيد المحترم وسيم الأسد. طبعا أنا أحب أن أقول شيئا من سيرته الذاتية. هذا وسيم بديع الأسد، حاصل على الدكتوراه من أكاديمية السلام في ألمانيا. هذه أين أكاديمية السلام في ألمانيا؟ قال يحضر على أتباعه مناداته إلا بدكتور. الآن يعني عزفوا عن مناداته بأستاذ، الآن ينادونه
الدكتور وسيم الأسد. قال لك هذه، طيب دكتوراه في ماذا؟ يعني حتى نعلم. قال لك من أكاديمية السلام في ألمانيا، ثم حاصل على شهادة أخرى، حاصل على لقب سفير للنوايا الحسنة. هذا وسيم الأسد حاصل على لقب سفير للنوايا الحسنة، من منحته اللقب؟ قال لك المنظمة الدولية للتنمية المستدامة في السويد. طيب ثالثة الأثافي، منظمة الفرات للسلام قالت منحته شهادة في السلام العالمي. هكذا هكذا نصا. طيب أنت منحت شهادة الدكتوراه نناديك دكتور، جيد. منحت لقب سفير للنوايا الحسنة نناديك سعادة السفير. طيب هذا لقب شهادة السلام العالمي، ماذا سوف نناديك سيادة الدكتور وسيم بديع الأسد؟ يعني ماذا سوف نناديك؟ السالم السليم؟ لقد حيرت قلوبنا يا وسيم. الحقيقة هذا زمان وسيم الأسد ذهب، يعني لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها، وحتى سامها كل مفلس. جرير ذات يوم عندما هج الفرزدق قال له: وهل كان الفرزدق غير قرد؟ أصابته الصواعق فاستدار. هذا هو الحال في سوريا، يذهب الأخيار في سوريا ويبقى ويظهر لنا وسيم الأسد. يعني البعض يقول لك إن القراءة في التاريخ تصيب بالحسرات، هذا أيام جرير والفرزدق أيام عبد الملك بن مروان. هذا في دمشق، في دمشق هؤلاء كانوا في دمشق، كان عبد الملك بن مروان في دمشق، كان جرير في دمشق، والفرزدق في دمشق، هؤلاء والأخطل في دمشق. هكذا كانت دمشق، راح لكل هؤلاء وبقي لنا وسيم بديع الأسد. انتهى ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.